دي دي لغايات بلاش تدفعها على ايدي. يلا طلعت مكتوب. طلع طلع معلش هي خلاص كمان. يلا اكبسي. يلا معك كمان نزليهم. هما ابعد بدي اعمل لكم كمان تجربة اللي هي نقطة السم هاي. هايها مبينة. بحط لكم اياها على ايش نكون مثلا؟ على البلاستيك هاي. بحط لكم اياها هيان وبعد اسبوع بصور لكم اياها. اذا بدي اسحبها بشيء شو احسن شيء؟ بقدر اسحبها بيدي انا بس بديش اطلعها. حط لكم هاي هيان السم ماشي. بعد اسبوع اورجيكم شو بصير فيها. نشوف كيف بتصير بعد اسبوع ولو ضل شهر وشهرين نشوف شو بصير معها. طبعا كنا نخلط السم مع المي. طبعا المي لما بتحط السم وبيختفي السم. لاحظوا مع المي شايفين اختفى. شيء زي الصابون. لا لا مش بجوز بعرف بس في اللي بيطلع اه بجوز بيطلع. طبعا ولا اي اثار. بضل السم في جوا الكاسه بتحلل بالمي بتوزع. لو بدك تخلي قطره السم هان شهر بتضلها زي الهيك مثلا. هاي احنا حطينا نعملكم هاي تجربه لحال. ولا اثار سم بضل في الكاسه. طبعا النتيجة هي بتبين. شربوا؟ اه شربوا. شربوا؟ هاي هذا الشرب. هون هاي هذا الشرب. شو في جوا بكل جوا شو تحطوا لهم ياكلوا؟ هات قمح. هات هاي في عندهم قمح. حط لهم خبز. خبز بدهم اشي. بديش انا حافار يموت بموتة طبيعية. شلوك تاني. خلاص اذا ماتوا الثلاثة في نفس الساعة في نفس الوقت ممكن اشي متأثر ممكن ما يتأثرش. رجعوا مع الدفا جوا. بالنسبة لتجربة الفيران يا اخوان مر اكثر من 15 ساعة نقول. بعد ما شربوا الفيران المي اللي فيها سم وما صارش اشي للفيران ولا اشي صار. هاي تجربة احنا عملناها على الفيران مع خلط السم بالمي. ما صار اي اشي للفيران ومنخليهم احنا بس مش راح يصير اشي يعني انا متأكد.